السلام عليكم متابعي قناة موغادور للرقي والمعرفة، أهلا بكم. إذا هذا الفيديو، هذا الشريط كنوجده وكان وموجه بالخصوص لتلميذات وتلاميذ سادس ابتدائي اللي في هذا الأثناء كيستعدوا لامتحان الإقليمي الموحد. الامتحان الإقليمي الموحد الذي سيجرى في 22 يونيو 2021. إذا ما بقاش بزاف، بقي 10 ايام الامتحان. اليوم في هذا الفيديو خصنا باش ندويو على المواد الفرنسيه التي سوف تزدهرنا فيها الامتحان. يعني ما غاديش ندوزو الامتحان في كل المواد. الاطار المرجعي حدد الدروس التي سوف يطالها الامتحان واللي خصكم تركزوا عليها وتضبطوها. مستعدين؟ اذا في الشريط الاول هضرنا على مواد اللغة العربية وشرحناهم بتفصيل وذكرنا كاع الدروس التي سوف تمتحنون فيها بالنسبة للغة العربية. للإشارة فقط لم أذكر دروس الإملاء واللي غادي نذكرها هذا بالزربة. إذا فبالنسبة للإملاء أصحاب السادس غادي يدوزوا الإملاء في أربعة دروس، بالنسبة للإملاء أربعة دروس فقط. إذا كاين درس همزة الوصل والقطع، إذا غادي تعطيكم كلمات وعبارات وغادي يطلبوكم بس تكتبوا واش تكتبوا همزة القطع أو همزة الوصل. وكذلك هناك درس بالنسبة لهمزة ابن، درسوه مع الأستاذ والأستاذة، همزة ابن متى تكتب همزة ابن ومتى تحذف. وكذلك غادي يطالبوكم درس ديال الألف اللينة، يعني في الأسماء والأفعال متى تكتب مقصورة ومتى تكتب ممدودة، غادي يرجعوا على الدرس. وكذلك الدرس رقم 4 الأخير اللي هو الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. إذا أربعة دروس غادي تراجعهم بالنسبة للإملاء. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على اللغة الفرنسية. بالنسبة للإطار المرجعي دوا حتى هو دوا وهضر وتكلم عن ثلاثة مجالات بحال العربية، ثلاثة المجالات. إذا غادي ندويو على المجالات بالنسبة للفرنسية. إذا نهضر على لو دومين دو كومبريونسيون دو ليكري. إذا هذا هو الدومين الأول، وكاين الدومين الثاني هو أكتيفيتي ريفليكسيف سيغ لا لونغ. إذا غادي نهضرو كذلك على أكتيفيتي ريفليكسيف على لا لونغ، غادي نشوفو ما هي الدروس التي سوف تمتحنون فيها بالنسبة لا لونغ، أكتيفيتي ريفليكسيف سيغ لا لونغ. وأخير دومين أو أخر مجال اللي هو برودكسيون دو ليكري. غادي نبداو بسرعة، غادي نبداو بالنسبة إذا بالنسبة لكومبريونسيون دو ليكري غادي تلقاو واحد النص. إذا غتلقاو واحد النص إما غيكون أن تيكست ناراتيف إما غادي يكون أن تيكست ديسكريبتيف أو إكسبليكاتيف. إذا غتلقاو واحد النص كيتكون من 90 إلى 100 كلمة، يقدر غيكون درتو لي تيب دو تيكست. إذا غادي يكون أن تيكست ناراتيف أو أن تيكست ديسكريبتيف أو إكسبليكاتيف. والمجالات ولي تيم أو لي تيم لي تيم فاش غادي تمتحنوا هي لي تيم فواياج اي سوفونير اي الاصفار والذكريات، او لو تيم دو لونفيرونمون اللي هو بالعربيه البيئه، او لو تيم سونتي اي مالادي الامراض والصحه. اذا ثلاثه ديال لي تيم. اذا النص او لو تيكست غادي يكون حول هذه المواضيع فواياج اي سوفونير ou bien l'environnement ou bien santé et maladie بالنسبه للبيئه او الصحه والامراض. اذا غادي تركزوا على هاد لي تيم مزيان. اذا فالنص غادي يكون حول هاد المواضيع مزيان، ويقدر غيكون ناراتيف او ديسكريبتيف. ملي كنقولوا ناراتيف يعني فيه حكايه او سرد، يعني الراوي يحكي قصه او يحكي احداثا، او ديسكريبتيف او غادي يكون نص وصفي كيوصف شي سي انسان او سي مناظر جميله او سي ظاهره، او اكسبليكاتيف كيعطي شروحات وكيبين لنا شي حوايج. اذا هذا هو بالنسبه للكومبريونسيون ديكريت. هذا النص اللي غتلقاو ولا هذا لو تيكست غادي يكونوا عليهم طبيعه الحال اسئله غادي تجاوبوا عليهم، غادي يطالبوكم باش تخرجوا من هذا النص من هذا لو تيكست عناصر اللي هي الاشخاص. اذا خصكم منين تاخذوا لو تيكست تقراوه وتعرفوا الشخصيات اللي فيه، الشخصيات اي لي بيرسوناج، غادي تخرجوا لي بيرسوناج اي غولاسيون اونتر لي بيرسوناج، لا غولاسيون اونتر لي بيرسوناج العلاقه ما بين الشخصيات، لي زاكسيون اي لي في يعني الاحداث اللي وقعوا، الاحداث
وبنقول ايه الزمان، متى وقعها، متى وقعت هذه الاحداث، والامكنه، الامكنه اللي تذكرت في لو تيكست. اذا غادي خصكم تفهموا وتشوفوا لي في لي طون لي ليو. غادي يطرحوا عليكم اسئله تخرجوا، اذا ممكن يطرحوا عليكم سي سؤال او سو سو ديرول لي زيفينمون باغ اكزومبل. هذا اي سؤال او بيان كان سو ديرول لي زيفينمون او بيان. هذا سؤال انا غير قلته مرتجل. اذا فهذا هو الاساسي في كومبريونسيون دو ليكري، هو اننا نفهموا النص. ايضا في كومبريونسيون دو ليكري دي اكسبرسيون انديكان لا ناراسيون او لا ديسكريبسيون. اذا غادي يطلبوكم باش تخرجوا من النص، الا كان ان تيكست ناراتيف غادي يطلبوكم انكم تستخرجوا العبارات اللي كيدلوا على انه ان تيكست ناراتيف شتوه مع الاستاذ، واذا كان ان تيكست ديسكريبتيف غادي يطلبوكم العبارات اللي كدل بانه سي ان تيكست ديسكريبتيف. اذا ادب اجمالا هذا الشيء ادب بالنسبه لو بروميير دومين اللي هو كومبريونسيون دو ليكري. اذا بالنسبه لو دوزيام دومين هو اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. غادي لا لانغ عندنا فيها دو روس اللي هي ليكسيك، لا كونجيغيزون، لا غرامير، لورتوغراف. اذا عندنا فيها 4 سو دومين، 4 سو دومين مجموعين كلشي في واحد لو دومين سميتو اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. اذا لا لانغ فيها اربعه لي سو دومين. غادي نشوفوا اش غادي تراجعوا في الليكسيك. بالنسبه للليكسيك جوست الحوايج ماشي بزاف، غادي تشوفوا ريكونيتر لي زانتونومي دو سيغتان مون دو تيكست بروبوزي. اذا التيكست اللي غيعطيكم غادي تخرجوا لي زانتونومي اللي فيهم. اذا بالضروره خصكم تراجعوا اشنا هما لي زانتونومي باش الا تعطاكم هذا السؤال تخرجوا من التيكست اللي غيتعطاكم. بالنسبه للسؤال الثاني في الليكسيك غادي يعطيكم واحد اللائحه فيها بزاف لي مو، بزاف الكلمات، وغادي يقول لكم اشنا هما لي مو اللي كينتميو لو تيم دو تيكست. كما قلت لكم بان لو تيكست اللي غيتعطاكم اما على الاصفار والذكريات فواياج اي سوفونير، او بيان غيكون تيكست عنده علاقه بالانفيرونمون، او بيان غيكون تيكست عنده علاقه بلا سونتي اي لي مالادي. اذا كان تيكست مثلا كان تيكست تاع لانفيرونمون، هذيك اللائحه اللي عطيتكم غادي يقول لكم خرجوا لي لي مو اللي عندهم علاقه بالبيئه. اذا خصكم انكم تراجعوا وتقراوا النصوص اللي تعطاوكم اللي قريتو في لا ليكتور عندها علاقه بلو فواياج اي لي سوفونير بروميير تيم. تقراو لو تيكست في الكتاب ديالكم بالنسبه لانفيرونمون تعطاكم وتضبطوا الكلمات، وتقراو لو تيكست اللي قريتو في لا ليكتور بالنسبه لا سونتي اي مالادي. هذا هو اذا جوست الحوايج غادي تعطاكم في الليكسيك لا غير. غادي نمروا لا غرامير. بالنسبه لا غرامير غادي تعطيكم خمسه الحوايج جو بونس ترانسفورمي، غادي تعطيكم سؤال، غادي تعطيكم جمله غادي تعطيكم جمله، وغادي يطلبوا منكم انكم تحولوها الى سؤال. الامر بسيط، ترانسفورمي اون فراز ديكلاراتيف اون اون فراز انتيروغاتيف، سي سامبل. دونك وغادي تعطيكم خصكم تراجعوا الدرس ديال لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. هذا الدرس راجعوه، غيكون عليه سؤال او سؤالين. بالنسبه للدرس الاخر رقم 3 في لا غرامير، لادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا اثناء هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو فيه نوعين ايبيتيت اي اتريبي. اذا وكاين الدرس ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت، تا هو رجعوه. لي كومبليمون سيركونستانسييل رجعوهم. اكسبريمي لا كوز اون اوتيليزون باسكو كار كوم او بويسك. دونك خصكم تراجعوا الدروس بالنسبه لا غرامير، رجعوا ليهم غادي يكون عليهم اسئله. اذا شفنا الليكسيك وشفنا لا غرامير، غادي نمشيو لا كونجيغيزون. بالنسبه لا كونجيغيزون كذلك غتراجعوا خمسه الدروس، كاين لو بريزون دو لانديكاتيف، لو فيتور سامبل، اوسي لو كونديسيونيل بريزون، اي لو باسي كومبوزي، اي لامبارفي دو لانديكاتيف. غادي تعطيكم دي فيرب يوزيال، يعني افعال شتوها مع الاستاذ كيتستعملوا، سواء دي فيرب دو بروميير جروب او دو دوزيام جروب او دو تروازيام جروب، غتراجعوهم. اذا وتراجعوا لي تيرمينيزون ديال شاك طون باش انكم ما توحلوش نهار الامتحان. بالنسبه للاورتوغراف، عندكم ثلاثه الاشياء غادي تضبطوها بالنسبه للاورتوغراف. غادي تضبطوا لي موزان فاريابل، درس شتو مع الاستاذ رجعوا ليه
وغادي ترجعوا للدرس ديال لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي لي زومونيم. لي زومونيم عندنا لي زومونيم اي اي او او سان سان لا لا اي او او. لي زومونيم يعني كلمات او حروف كيتكتبوا كيتنطقوا بلا ميم لا ميم فاصون مي ان زون ان اوتر زون ان سانس ديفيرون. دونك هادشي اللي عندنا في لا لانغ خصكم تراجعوه. اذا تراجعوه الان غادي يبقى لنا لا برودكسيون دو ليكري. لا برودكسيون دو ليكري فيها جوست الاشياء بسيطه، اما غادي يعطيكم ان تيكست وتكملوه ان تيكست تكملوه، او غادي يعطيكم انكم تجنوا نتوما ان تيكست غادي يكون في حدود 7 اسطر او 10 اسطر. ان تيكست غادي يكون ناراتيف ديسكريبتيف و اكسبليكاتيف. اذا غادي نتوما غادي تمرنوا في الدار انكم تكتبوا ان تيكست ناراتيف، وتمرنوا عاوتاني في الدار انكم تكتبوا ان تيكست ديسكريبتيف، وتمرنوا في الدار انكم تكتبوا ان تيكست اكسبليكاتيف. شوفوا نماذج خدموا عليهم بس نهار الامتحان ما تلفوش، وغادي يعاونكم والديكم بس نهار الامتحان يتعطاكم لا برودكسيون اكريت. وركزوا على برودكسيون اكريت، لا بدا تكتب شي حاجه لانه كيكون عندها كيكون عليها نقاط بزاف. مزيان هذا هو بالنسبه لو بروغرام ديال الامتحان ان شاء الله ديال نورماليزي كما كنقولوا دو نورماليزي. دابا غادي نشوف معكم واحد الامتحان نموذج ونشوفوا كيفاش كيتحطوا الاسئله باش ما تدهشوش كما كنقولوا، باش ما تاخذكمش الدهشه وما ياخذكمش لو تراك كما كنقولوا. شوفوا معايا هنايا، اذا في الوهله الاولى غادي تلقاو الامتحان على هذا الشكل. اذا كما كتشوفوا معايا امتحان الموحد الاقليمي لشهاده الدروس الابتدائيه دوره 2021 ماده اللغه الفرنسيه. ما تنساوش تكتبوا الاسم ديالكم هو الاول، اذا كان رقم الامتحان كتبوه، تشاوروا مع الاستاذ. اذا نبدا نكتب الاسم ديالي، وما نساوش الله يخليكم نمشي فاطر الامتحان. الاغلبيه ديال التلاميذ ما كيمشوش فاطرين، الفطور مهم، ومنين ندخل لا كلاس نتنفس ندير دوك التمارين ديال الاسترخاء باش ان الاكسجين يطلع نتنفس واحد 10 مرات من لو فونتر ديالي. اذا نتنفس مزيان، راه الامور بسيطه وسهله، الاشياء شفتوها مع الاستاذ، غير شويه المراجعه نبقى نراجع. اذا غتاخذوا الامتحان هو على الشكل، غتلقاو لو تيكست كما قلت لكم ان تيكست غادي يكون على المجالات اللي دويت لكم، اما غيكون على لو فواياج لي سوفونير او بيان انفيرونمون او بيان لا سانتي اي لي مالادي. دونك قراو النص ماشي مشكل، نعاود نقرا اون دوزيام فوا ونمرر الاسئله ديالي. كومبريونسيون دي سكريبتين على 15 بوان ستو لو باغي 15 بوان. قال لكم هنا لي بيان لو تيكست اي ريبون كيستيون سويفونت. اذا قرا النص مزيان و راجع. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Combien y a-t-il de paragraphes? شحال من paragraphes le texte؟ إذا غنحسبهم، ديما paragraphes كيكون كتكون هاد لاليني هادي كتكون داخلة واحد شوية، إذا هادي هي البداية ديال paragraphes، وكينتهي في نقطة، هذا paragraphes الأول، كنجي paragraphes الأول كيكون داخل واحد شوية هكا، كنحسب هاد الثاني، كيكون paragraphes داخل واحد شوية هكا هاد الثاني. اذا غادي دير هنايا 3 باراغراف، الاستاذ غادي يعرفك فهمتي، حطيك نقط 3 باراغراف، باراغراف مكتوبه عندك هنا، غادي دير 3 لي باراغراف. اذا كومبيان ياتيل دو باراغراف دون سو تيكست، ياتيل دو سو تيكست كومبوزي دو 3 باراغراف، ولا غير دير انت يا سيدي 3 دي باراغراف. دون ان تيتر كونفونابل او تيكست، يعطي عنوان مناسب للنص. دون ان تيتر كونفونابل او تيكست، اذا غنقرا هذا كيهضر على لا ريكولت بيان لي فورت بلوي، نزع عنوان من هنا يكون عنده علاقه من هنا، نحاول هنا دون هنا غادي ندير دي فورت بلوي بيان اون ميرفيوز اني بزاف بيان لا تومبيت اي لا نيج. المهم نقرب المعنى يكون التكست عنده علاقه كيدوي. اذا هضر على لي فورت بلوي والسنه الجيده اون غران او بيان اون غراند ريكولت او بيان اون اني اوغوز. اذا يكون عنده ماشي نكتب شي حاجه ما كايناش. بالنسبه للتكست بالنسبه للتيتر خص يكون من التكست،
يكون عنده علاقة بالتكست، هذا هو الأساس. بوركوا لي كيتيفاتور سونتيل هورو؟ هنا سؤال ديال الفهم. إذا من النص راجع عندك سؤال، بوركوا لي كيتيفاتور سونتيل هورو؟ علاش الفلاحة فرحانين؟ سونتيل هورو من هنا شتي غادي تزيد هنا تقول لي كيتيفاتور سون هورو، سون هورو غتقلب هنا سون هورو parce qu'ils attendent une grande récolte. Maintenant, c'est parce qu'ils attendent une grande récolte. Les cultivateurs sont heureux parce qu'ils sont, ils attendent une grande récolte. Mais bien, même si le sujet rabat, à quoi sert le foin? À quoi sert le foin? Le foin, et dans, à quoi sert le foin? Et dans le foin, ah, on a qu'un. Donnera assez de foin pour nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Et dans le foin sert à nourrir les vaches, les moutons, les chèvres et même les chevaux. Répondre par vrai ou faux, selon le sens des phrases dans le texte. Vrai, il m'a dit vrai, il m'a faux. Ça va être ton juge, ma femme. Répond par vrai ou faux selon le sens des phrases dans le texte. Les habitants des hauts montagnes sont isolés à cause. Et dans les habitants de hauts montagnes sont isolés. Mais certains habitants des hauts montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige. À cause de quoi? Ah, la neige, vrai. Des accidents de la route, faux. De la tempête, vrai. La neige. À cause de la tempête et de la neige. Et neige, je vous dis que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous 6. Relève une phrase qui montre que certains habitants trouvent des difficultés à se déplacer. Relève une phrase. Il y a un strage. Il y a un strage. جملة تبين بأن لزابيتون السكان يجدون مشاكل لتنقل. إذا هنا غادي نستخرج جميعا هنا نقدر نقول دي الزون دي غازي لا روت أليد دان شاج نيج. إذا هنا نقدر ولا هنايا مي سيغتان زابيتون تخوف دي ديفيكولتي تو ديبلاسي هنا. إذا غادي نعاود لهم هادي اللي كاين هنا. إذا ولا هادي ولا هادي. كلشي من النص. أسئلة الفهم من النص. Comment sont les gens du village voisin? Comment sont les villages? من النص. نرجع للنص. Comment sont? Mais certains habitants des montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Ils sont isolés. Ils sont isolés. Isolés يعني معزولين. Isolés. Les gens du village voisin sont isolés. Aïe. Mais certains habitants, ils sont isolés à cause. Isolé. Donc, on cite deux aides apportées par les associations. Et d'un site, hardcore. Deux aides apportées par les associations. Et dans notre courant, les associations ont distribué des vivres, des couvertures, des médicaments. Ont distribué des couvertures, et les médicaments. Et d'un fait, on a gagné trois de les aides. Ils ont distribué des vivres, des couvertures et des médicaments. On t'a dit deux. On t'a dit deux. Wahdana, des médicaments, des couvertures. Et bien, c'est ce qu'on a dit, le majeur d'Owl, il y a la compréhension du fait. Mais si on a activité réflexive sur la langue, on va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit la vidéo de Owl, et on va dire qu'on a lexique dans le contraire des mots suivants. On va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on heureux, le contraire de heureux ou triste. Et là, on en clip là, à date d'y aller, ou forte. Ce L, celui-là, qui roule la langue, pour chacun des mots suivants, ajoute un préfixe ou un suffixe pour former un autre mot. Il y a qui connaît des préfixes et des suffixes. D'est-ce que il y a qu'un judon, les préfixes, il y a un judon sur le terme, ou les suffixes qu'un judon sur l'or. Un préfixe couvert,
ديكوفير وكنحصلوا على كلمه اخرى. لا ميم سوز غادي ديرها لي مخرين. شوفوا واش غادي تزيد لهم ان سيفيكس او بيان ان بريفيكس. بالنسبه للغرامير عليها 6 بوان. Pose une question, pose une question à partir de cette phrase. La phrase est dit, dans le cadre de référence, les cultivateurs sont satisfaits. Et dans Hnaya, les cultivateurs sont-ils satisfaits? On dit à la mastifam, un point d'interrogation. Toujours, c'est un point d'interrogation, Moussher a dit à Khodb al-Atibar, ben Nakafam. Bien. Ou bien est-ce que les cultivateurs sont-ils satisfaits? Par exemple, entoure le groupe numéro sujet, et bien je te dans la phrase suivante. À cause de la tempête, les habitants de la montagne ont perdu 11 chèvres. 11 chèvres. Et bien, le groupe numéro sujet voit. Les habitants de la montagne. Le groupe nominal sujet. Lis bien. La phrase est réécrit le groupe verbal. La phrase, le groupe verbal. Chaque année, les associations apportent des aides aux diminués. Donc, le groupe verbal, le verbe apporte retourner. Écrit épithète ou attribut entre parenthèses devant l'adjectif qualificatif. Et dans l'adjectif qualificatif qui est une classe épithète ou attribut. Donc ils sont heureux. Toujours l'adjectif qualificatif attribut qui compte les verbes d'état. Donc, sans être, c'est un verbe d'état. Donc, heureux, c'est un adjectif qualificatif attribut. De cette bande, on a un taux épithète. L'adjectif qualificatif épithète qui est le nom ou bien le pronom. Ou bien le déterminant peut-être. Dans cette dans le c'est un déterminant démonstratif. C'est bon. Là, on dit quoi? Épithète. Principal, la stage complète le tableau par les compléments circonstanciels du lieu ou du temps donné dans la phrase suivante. Là, chaque jour, les vaches broutent de l'herbe dans le champ. Chaque jour. Donc c'est un complément circonstanciel de temps, testé à tout temps. On a dans le champ qui est de l'almacan, complément circonstanciel du lieu. On a les compléments d'objets indirects et indirects et les compléments circonstanciels du lieu de temps ou de manière. Mais la phrase suivante a la forme négative. Donc la phrase, ils sont contents de la tempête. Et là, la négation, il y a ils ne sont pas contents de la tempête. Conjugaison, radin qalaw bsoura, idna hnaya conjugaison عندنا radin on va conjuguer chaque phrase met le verbe entre parenthèses au temps donné. Dans manger, c'est un verbe de premier groupe radin sarfof le présent de l'indicatif. Idan radin raj'o le présent de l'indicatif. Traire, idna hnaya c'est un verbe du troisième groupe au futur simple. Finir un verbe du deuxième groupe, il fait partie du verbe du deuxième groupe, bien finir au passé composé. Pleuvoir aussi un verbe de troisième groupe, l'imparfait. Mettre, un impératif présent. Vendre, un verbe du troisième groupe au conditionnel présent. Et donc, garde les temps comme trajant. Forme. L'orthographe. Mais les accents qui manquent. Et d'un bradit des accents ch'toum, un accent aigu, un accent grave, un accent circonflexe. Et d'un bradit cette phrase, les mots qui ressemblent, cette fermière est très matinale, elle se lève tôt. Je ne sais pas là pour ça, un accent chapeau bien circonflexe.
هنا يسي ان اكسون فيرميير سي ان اكسون غراف تري تري هنا تري خصو ان اكسون يسي ان اكسون يسي تري تري ماتينال دونك غادي تراجعوا الدرس ديال ليزاكسون دون لو بلوريال ديال نون كومبوزي سويفونت. اذا هنا عندكم شفتوا لو بلوريال ديال نون كومبوزي ان شاز نيج ان غران بير دونك هنا غادي تراجعوا هاد الدرس ما بقاش عندنا الوقت باش نجاوبوا على كل شيء الاسئله. اذا هنا غتعطوا لو بلوريال ترجعوا الدرس ديال لو بلوريال ديال نون كومبوزي كومبليت باغ. اذا هنا كنرجعوا لي ديمونيم. اذا هنا ا افيك ان اكسون غراف سي اون بريبوزيسيون ا سي هادي سي ان سي لو فيرب avoir le verbe avoir on c'est un pronom on c'est un c'est le verbe ils ont c'est le verbe avoir ils ont donc ils ont c'est le verbe avoir donc on a dit les bergers ont passé la matinée à tendre les moutons donc on a dit ou hadi ou hadi donc production de l'écrit, complète le texte en utilisant les mots suivants. Et dans un texte, le cadre de référence, le texte basé. Corps, très, fier, savant, ou bien, vous allez, la question numéro 27, écrire un texte. Donc, vous allez produire un texte, radit adro, à la ijabiyat ou slibiyat des fortes plumes. إذن وبهذا غادي تكونوا جاوبتوا على تمرنوا على لا برودكسيون كريت سورتو لا برودكسيون كريت. إلا قال لكم إكري خصكم تهضروا. هنا بالنسبة لي زانكونفينيون دي فورت بلوي إي لي زافونتاز راه مذكورين في النص. راه النص كاع هضر على لي فورت بلوي. هنا غادي سوف كما كنقولوا غادي تستمدوا من هنا. من هنا غتاخذوا دي فورت بلوي بحال هنا. هنايا إيلز أتوند أون غروند ريكولت. Donc, lorsque l'année connaît des fortes pluies, les cultivateurs attendent une grande récolte. Donc, ce sont des avantages. Concernant les inconvénients, les fortes pluies causent des dégâts, ou bien isolent les habitants, comme ici dans ce texte. Et donc, هذا كل شيء فيما يتعلق بالامتحان الموحد الإقليمي بالنسبة للسلس. إذا اليوم شتنا دروس اللغة الفرنسية اللي غادي تمتحنوا فيها. إذا أتمنى أنني قد أفدتكم. لا تنسوا الضغط على جر الاشتراك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وما تنسوش قناة مقادور الرقي والمعرفة دائما تأتي بالجديد. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.